بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة والطالبات، أهلا وسهلا بيكم. أتمنى كلكم يا شباب تكونوا كويسين وبخير. النهاردة إن شاء الله هناخد تاني درس عندنا من دروس يونت 2 في الألجبرا بعنوان Exponential Functions and its Applications. الدرس ده نقدر نقسمه لثلاث أجزاء عندنا. الجزء الأول الخاص برسومات الإكسبوننشال فانكشنز، الجزء الثاني بيجي بعض المسائل كده احنا هنشوف شكلها مسائل مختلفة شوية، تمام، وجزء الاخير اللي هو الابليكيشنز. فتعالى كده واحده واحده نقول ايه موضوع الاكسبوننشال فانكشنز ورسمتها بتبقى عامله ازاي. بص يا سيدي، اكسبوننشال فانكشن اللي هي الحاجه فيها باور، حاجه باور اكس. يعني مثلا لو انا جبت لك ده الجنرال فورم بتاعها اف اوف اكس ايكوال اي باور اكس، تمام. في شرط هنا ان الاي ده يا اولاد لازم رقم يبيلونج للار بوزيتيف، لازم يبقى رقم بوزيتيف ما عدا ال1. طب تقول لي ماشي، اشمعنى ما عدا ال1؟ لانه 1 باور اي حاجه ب1. طيب رسمتها عامله ازاي يا مستر الاكسبوننشال فانكشن دي؟ ركز بقى معايا كده، تعالى كده تخيل معايا لو عندي رسمه زي كده اف اوف اكس ايكوال بدل اي باور اكس 2 باور اكس. يلا اهي حاجه كده عايز ارسمها. تقول لي طب وده ارسمها ازاي يا مستر؟ عادي هعمل تيبل اهو، تيبل اهو ماشي. وعايزك تصبر بس معايا، انا عايز اوريك شكلها عامل ازاي. ماشي يا مستر اهو، يعني علينا الرسومات بتاعتها. اه طبعا عليك الرسومات بتاعتها، تمام كده. احط شويه ارقام، ادي الاكس وادي الاف اوف اكس. ممكن نزود ارقام شويه، يعني احط نيجاتيف 2، بعدين مثلا ممكن بعد النيجاتيف 2 نحط تعالى خليهم احسن شويه ارقام اكتر شويه، يعني نيجاتيف 2 واحط نيجاتيف 1 و0 و1 و2، هحط كل الارقام دي تمام اهو، و0 و1 و2. تعالى اما نبتدي نحسب، بص كده معايا، امسك كده الكالكوليتور بتاعتك واكتب 2 باور نيجاتيف 2. تقول لي ما هو الباور اللي بالنيجاتيف ده يعني معناه ان ده فراكشن، كانها هاف باور 2 اللي هي بكام؟ اللي هي بكورتر 1 اوفر 4، تمام. بعد كده 2 باور نيجاتيف 1 اللي هي هاف، 2 باور 0 اللي هي 1، 2 باور 1 اللي هي 2، 2 باور 2 اللي هي 4. تقول لي طب استنى، هي دي شكلها عامل ازاي بقى؟ تعالى كده اما نبتدي نحط البوينتس دي وهتلاقي الموضوع واضح لحضرتك. النقطة 0 واطلع 1 اهي، أنا رسمت النقطة اللي في النص دي، بعدها 1 واطلع 2، بعدها 2 واطلع 4. بص كده 2 واطلع 4. طب بالمناسبة لو كنت زودت واحدة كمان 3 كان هيحصل إيه؟ بص كده 3، حط 2 باور 3 تطلع 8. الله الله، ده بص عمالة تعلى إزاي 3 وأقوم طالع 8. أه دي بص عمالة طالعة كده. طب بص هنا كده نيجاتيف 1 وهاف، نيجاتيف 1 واطلع هاف ماشي، بعدين نيجاتيف 2 واطلع كورتر، بعدين نيجاتيف 3 هتلاقيك وتطلع 1 اوفر 8. لا لا ده بص دي حاجه ماشيه يا مستر على الخط ده عمرها ما هتلمس الزيرو. بس بص بص حاجه عامله كده، حاجه جايه عامله كده، جايه عامله كده 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 كده، وتبتدي تطلع 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 لفوق لفوق. اه اكسبوننشال فانكشن بتقعد تطلع كده بقى وهكذا، عمرها ما بتلمس الخط اللي هو اللي هو الايه الاكس اكسس ده، مش هتلمسه، هي بتبتدي طالعه كده كانها من زيرو لحد اما تعدي بالكلام ده. طيب نلاحظ بعض الحاجات، ايه الحاجات اللي نلاحظها؟ اول حاجه ان لو كانت مسالتي 2 باور اكس دايما هتلاقيها بتعدي بالنقطه اللي هي 0 1، لازم تعدي بالنقطه دي. تقول لي اشمعنى؟ تخيل كده لو مساله 3 باور اكس، حط الاكس ب 0، هنا الاكس ب 0 اللي مشيت يمين ولا شمال، 0 واطلع كام بقى؟ 3 باور 0 بكام؟ ب 1. اه طب لو كانت 5 باور اكس حط مكان الاكس 0، 5 باور 0 ب 1 برضه، لو كانت 7 باور اكس 7 باور 0 ب 1. اه فعلى طول يا مستر بتعدي بالنقطه دي. دي اول ملاحظه عندنا. تاني ملاحظه عندنا، الرسمه دي increasing صح؟ لو انا مشيت كده اهو، مشيت ناحيه اليمين ببقى طالع، يبقى دي increasing تمام. ايه الملاحظه اللي بعدها؟ تعالى نتكلم على الدومين. الدومين بتاعي مكمل من هنا، بص مكمل من هنا الارقام اللي بالنيجاتيف وماشي هنا الارقام اللي بالبوزيتيف، يبقى الدومين بتاعها ايه؟ ار اهو الدومين. تعالى كده اما نكتب الدومين ايكوال ار ماشي. طب نيجي للرينج. الرينج عباره عن ايه؟ ايه الرينج؟ الارقام بتاعت الواي، كل الارقام دي كده اه كلها. بص يا مستر بس تحت مفيش حاجه، يبقى من اول زيرو اوبن لحد الانفينيتي، يبقى الرينج بتاعي من اول فين لفين؟ ها الرينج من اول الزيرو اوبن لحد الانفينيتي تمام. دي كده اول ملاحظه عندنا، بنسمي دي بالمناسبه اسمها اكسبوننشال اكسبوننشال جروث
تمام كده؟ يبقى بنسمي دي exponential growth. ماشي، تعالى بقى نشوف لو جات لي رسمة عاملة كده f of x equal half power x. تقول لي لا 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 لا، طب اشمعنى هاف؟ هقول لك، مش انت قلت كده كده الايه ده بيبيلونج الرقم بوزيتيف ما عدا ال 1؟ الهاف رقم بوزيتيف. بص كده رسمتها هتبقى عامله ازاي، وعايزك معلش تصبر معايا سنه لان في حاجه وجهه نظر عايز اوريها لك بقى هتوضح لك بالرسم. اهو ادي يا مستر اف اوف اكس، نعمل لها تيبل زي ما عملنا لده. اهو ادي الاكس وادي الاف اوف اكس، هنحط الارقام نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2 وهكذا. حط يا مستر الاكس بنيجاتيف 2، بص كده هاف باور نيجاتيف 2، تقول لي الباور اللي بالنيجاتيف يشقلب الهاف تبقى 2 باور 2، ايه ده 4؟ هاف باور نيجاتيف 1 ب 2، هاف باور 0 ب 1، هاف باور 1 بهاف، هاف باور 2 تطلع بكورتر. لا لا لا، دي في حاجه كده شكلها، ده انا هعملها لك على رسمتها على نفس الرسمه دي. تقول لي يا مستر ازاي هي دي شكلها عامله ازاي؟ تعالى كده ما نشوف 0 واطلع 1، ايه ده دي بتعدي بنفس النقطه دي. طب 1 واطلع هاف، ايه ده 1 واطلع هاف، 2 واطلع كورتر، بعدين نيجاتيف 1 واطلع 2، 2 واطلع 4، ايه ده ايه ده ايه ده، دي بص بقى دي شكلها عامله ازاي، دي جايه من الناحيه الثانيه من العكس. اه بص 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 بص، جايه كده جايه كده جايه كده وتبتدي تطلع زيها بالظبط بس طالعه العكس الناحيه الثانيه. اه طب دي بنسميها ايه بقى؟ اولا نلاحظ الاتي، يبقى اول كيرف ده اللي هو اللي بالاخضر ده، ده احنا كنا قلنا عليه اكسبوننشال جروس وجبنا الدومين والرينج بتاعه، انا مسحت الكلام ده بقى. تعال نتكلم على الكيرف التاني. اولا الكيرف التاني ده انا لو مشيت ناحيه اليمين كده ماله؟ ديكريزنج. اه يبقى الكيرف التاني ده نقدر نقول عليه ديكريزنج. ماشي، تاني حاجه لاحظها عليه الدومين بتاعه ايه؟ نفس الدومين ار. طب الرينج من زيرو لانفينيتي صح؟ ونلاحظ ملاحظه مهمه جدا لان ساعات بيجي يسالني عليها، في سيمتري حوالين الخط ده، سيمتري حوالين الخط ده، ايه الخط ده؟ الواي اكسس. ايه الايكويشن بتاع الواي اكسس؟ اكس ايكوال 0. يبقى الايكويشن بتاع الواي اكسس اكس ايكوال 0، في سيمتري ما بين رسمه ال 2 باور اكس والهاف باور اكس حوالين الخط ده. لو رسمت 2 باور اكس وهاف باور اكس هتلاقيهم شكلهم عامل كده. طب لو رسمت 3 باور اكس وثيرد باور اكس هيحصل نفس السيمتري، هتلاقي ال 3 باور اكس جايه عامله كده والثيرد باور اكس جايه عامله كده وفي سيمتري حوالين الخط اللي في النص ده. لو رسمت 5 باور اكس وفيفث باور اكس هتلاقي فيه سيمتري. اه تمام يا مستر. طيب حاجه كمان، احنا كنا قلنا الحاجه اللي بتزيد دي انكريزنج اللي بالاخضر، واللي بالاسود ده ديكريزنج. اللي بالاخضر قلنا عليه اكسبوننشال جروث، حاجه بتزيد. طب هنا بنقول اكسبوننشال ايه بقى؟ ديكي. يبقى ده اسمه ديكي، اكسبوننشال ديكي، وده اسمه اكسبوننشال جروث. تمام كده يا شباب، ده كده الموضوع بمنتهى البساطه. طب نلاحظ اخر حاجه واهم حاجه عايز اقولها بقى في الجزء ده، امتى بعرف ان هي اكسبوننشال جروث؟ لما بتكون زياده. تقول لي يا مستر لو الرقم مش فراكشن. اه يعني لو الاي بتاعي ماله بقى، دي اهم حته عندي في الدرس، لو الاي رقم اكبر من 1. اه تقول لي يا مستر واوبن، لان ما ينفعش يبقى ب 1، يعني ب 2 ب 3 ب 4 ب 5 ب 6. تمام، نيجي للجزء الثاني، امتى اعرف ان هي دي كي؟ تقول لي يا مستر لو كان رقم اقل من ال 1، بس مش اقل من ال 1، لا ما هو ما ينفعش يبقى نيجاتيف، يبقى رقم ما بين الزيرو وال 1. اي رقم ما بين الزيرو وال 1 اعرف ان هي دي كي، يعني لو كان مثلا هاف ثيرد فيفث 2 اوفر 3 رقم اقل من ال 1 يبقى معنى كده ان هي مالها دي كي. عرفنا كده؟ عشان ساعات يجي يسال حضرتك يقول لك امتى تبقى اكسبوننشال جروث؟ لو الاي بيجر ذان ال 1. امتى تبقى دي كي؟ لو الاي رقم ما بين الزيرو وما بين ال 1. تمام يا دكاتره، عرفنا كده الموضوع ده. تعالى بقى اما نبص كده على البرنامج واوريك رسوماتهم قبل ما نبتدي نخش في الجزء اللي بعد ده. بص كده معايا فين الرسومات اهو، انا راسم لحضرتك اهي رسمه، بص دي رسمه ال 2 باور اكس. تقول لي يا مستر هنا بص 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 مكمله، واحد يقول لي طب ما هي لمسه الزيرو اهي. لا لا بص اقعد زوم كده، بص 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 مهما اقعد ازوم مش هتلمسه، بص اهي وضحت اهي، بص مش لمساه، عمرها ما هتلمسه. اه فهمتك يا مستر، وجايه بص بالشكل ده اهي اهي، دي الرسمه بتاعتي. بتعدي هنا بالنقطه كام وكام؟ بتعدي بالنقطه دي 0 1. تمام،
طب لو انا جيت رسمت هاف باور اكس، بص بص هتيجي عامله ازاي بقى، بص جت الناحيه التانيه. طب وبعدين يا مستر، في سيمتري فين؟ حوالين الواي اكسس، شايف كده الواي اكسس ده هو السيمتري اللي حواليها. طب يجي بقى واحد يقول لي حاجه، يقول لي استنى بقى يا مستر، تعالى كده نتكلم على 2 باور اكس دي، هل بتخضع لنفس قوانين الشيفتات والحاجات اللي احنا كنا بنعملها؟ اه. ازاي يعني؟ ادي 2 باور اكس اهي، تقول لي هو الرقم اللي جواه ما ينفعش يبقى نيجاتيف، صح، بس انا ممكن اجي من بره خالص البراكت احط لها نيجاتيف. متخيل هيحصل ايه لو حطيت نيجاتيف بره؟ هتبص لتحت. اه طب ما تيجي تشوف كده يا مستر، حط لنا نيجاتيف هنا كده اهو، حطيت نيجاتيف، بص بص بقى عامله ازاي. اه بتعدي بالنقطه كام؟ نيجاتيف 1 تحت، ما يتعكس تحت. طب واحد يقول لي طب لو انا عايز اعرف بتعدي بالنقطه كام، اعرفها منين؟ حط الاكس ب 0. 2 باور 0 بكام؟ ب 1، في نيجاتيف بره تبقى نيجاتيف 1. اه تمام، فهمت كده. طب واحد استنى، سيبك من دي الوقت اهو، واحد يقول لي دي رسمه الهاف باور اكس، لو حطيت لها نيجاتيف من بره يا مستر، لو جيت بره كده قمت حطيت لها نيجاتيف، بصيت لتحت. اه تمام، عرفنا كده الموضوع، امتى بتبص لفوق وبتبص لتحت. طب ركز بقى معايا عشان الكلام ده في غايه الاهميه، هنتكلم شويه بقى على الرسمه دي اهو، نشيل النيجاتيف. هيحصل ايه على الرسمه دي لو زودت عليها 1؟ لو عملت في الواي كده شيفت الواي في 1، تقول لي عادي هتطلع الرسمه، هتطلع لفوق مكان واحد، صح؟ فبص اعمل كده هنا اهو بلس 1، بص كده لو كتبت بلس 1، بص 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 عمرها ما هتلمس الخط ده، بس بتعدي بالنقطه كام؟ 02. اه طب لو عملت بلس 2، بص كده لو عملت بلس 2 هتطلع لفوق اهي. عمرها ما هتلمس الخط ده وتطلع لفوق شويه، بتعدي بالنقطه 03. اه طب لو عملت ماينس 1، بص بقى ماينس 1 اهو، هيحصل فيها ايه يا مستر؟ نزلت اهي عن ادي النيجاتيف 1، عملت خط بالعرض على النيجاتيف 1، عمرها ما هتلمس الخط ده، وارسم رسمتي. فهمنا كده يا دكاتره، فهمنا موضوع الشيفتات ده كده، الشيفتات اب اند داون. تعال بقى ركز معايا عشان في شيفتات بقى يمين وشمال اهو، هرجع بقى تاني للباوربوينت بتاعنا وبعدين نرجع تاني نشوف الكلام ده على البرنامج بتاعنا. بص يا سيدي بقى، يبقى لو انا مثلا جيت قلت لحضرتك اف اوف اكس ايكوال 2 باور اكس بلس 2، قلنا بنرسمها ازاي؟ اول حاجه حضرتك بتيجي تعملها تقوم جاي لي عند ال2 كده، مش هطلع لفوق عند ال2، تعمل لي خط بالعرض كده اهو اهو، وبعدين ابتدي ارسم رسمتي. رسمتي عامله ازاي؟ رسمتي جايه كده من هنا، عمرها ما هتلمس الخط ده اللي انا لسه عامله الهوريزونتال اسنتوب، وتطلع تطلع تطلع تعدي بالنقطه دي، ادي الرسمه بتاعتي. فهمنا كده؟ واحد يقول لي طب انت عرفت منين ان هي بتعدي بالنقطه 3؟ حط مكان الاكس 0، 2 باور 0 بكام؟ 1. 1 باور 2 بكام؟ ب 3، يبقى بتعدي بالنقطه 0 و 3. فهمتك يا مستر. طب لو انا قلت لك 2 باور اكس وحط لها نيجاتيف بعدين بلس 2، تقول لي ماشي يا مستر، ادي بلس 2 طلعت عند البلس 2، رسمه 2 باور اكس بس بالنيجاتيف، لا دي بدل ما هي كده دي هتترسم العكس، هتنزل لتحت، صح كده؟ تقوم جايه كده عمرها ما هتلمس الخط ده وتبتدي ايه؟ تنزل كده. تقول لي طب انت عرفت منين ان هي بتعدي هنا كده بالنقطه دي؟ اقول لك حط مكان الاكس 0، 2 باور 0 بكام؟ 1، في نيجاتيف بره يبقى نيجاتيف 1، بلس 2 بكام؟ بنيجاتيف ايه، سوري ببوزيتيف 1. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى انا فعلا بعدي هنا بالنقطه دي. فهمنا يا شباب؟ ده كده كان الشيفتات اللي هو اب اند داون. طب هو هل في شيفتس يمين وشمال؟ اه طبعا، لو انا جيت قمت قايل لحضرتك اف اوف اكس، وركز بقى معايا في الجزء ده، لو قلت لك يا مهندس اف اوف اكس بتاعتي ايكوال 2 باور اكس ماينس 1، اه تقول لي استنى بقى هي يا مستر، معلش المفروض رسمه ال 2 باور اكس عامله ازاي؟ احنا اتفقنا عمرها ما بتلمس الخط بتاع الزيرو، بتبقى ماشيه كده 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 وطالعه بالمنظر ده. تقول لي انت قلت لنا ان الرقم اللي هنا ده بيفرق معايا يمين وشمال، جميل. تقول لي لو ماينس 1، انت كنت بتقول لي اطلع عند البوزيتيف 1، يعني رسمتي هتطلع لقدام شويه، هتطلع لقدام مكان واحد، صح؟ يعني بدل ما رسمتي عامله كده، بص 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 رسمتي هتبقى عامله ازاي، تعال نعملها لك بلون تاني، هتطلع لقدام رسمتي مكان واحد، بص هتبقى مثلا عامله كده، اه طلعت لقدام، مسكت نفس الرسمه حركتها لقدام شويه. اه طب تقول لي طب هتقطع هنا فين؟ انا ما يهمنيش يعني، انت عارف، بص احنا زمان كده كنا نقول ايه، لو انا عندي اكس، رسمه الاكس اهي، طب لو انا عايز اكس ماينس 1 كنت تقول لي لا بتنزل تحت بتقطع الواي اكسز عند النيجاتيف 1، بس انا كده كده ما بقطعش الواي اكسز، انا عايز سوري بتقطع الواي اكسز. اه تقول لي انا عايز اعرف هنا بقى هقطع فين،
تقول لي انا في رسمتي دي انا ايه اللي انا هقطعه، انا عايز اعرف طب مكانها فين. اقول لك عادي يا عم، حط الاكس بزيرو، حط كده مكان الاكس زيرو، حط كده 2 باور 0 ماينس 1، ايه ده تطلع 2 باور نيجاتيف 1 اللي هي بكام؟ اللي هي بهاف. اه هتقطع هنا عند الهاف، فخلي بالك من الحته دي. انا الكيرف بتاعي اتحرك لقدام، قطع فين بقى؟ عوض في المساله، ما تتسرعش كده، مش تيجي تقول لي هتقطع عند الزيرو، انا حركتها مكان واحد تقطع هنا عند الزيرو. لا 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 يا حبيبي، لا لا مفيش الكلام ده. يعني انا مثلا لما كانت مسالتي كانت بتبقى اكس باور 2 كنا بنبقى عاملينها كده صح ولا لا؟ بعدين لما كنت بقول لك اكس ماينس 1 اول سكويرد، كنت انت بتيجي زي الشاطر كده تقوم قايل لي ايه؟ تقول لي عادي هاجي عند عكس العلامه دي عند البوزيتيف 1 في الاكس واعمل كده. ايوه بس انا ما بقطعش الاكس، انا عايز اعرف بقطع كام في الواي. اه طب اعرفها منين؟ حط الاكس بزيرو يجيب لك على طول الكلام ده. فهمنا كده يا شباب؟ تعالى كده اما نبص على الكلام ده وانت بنفسك هتشوف الفكره دي اهو. ادي مثلا مسالتي اهي، اهي تعالى اما نشيل البراكتس دي، دي 2 باور اكس، حلو كده ماشي. لو انا عايز احط براكت، طبعا انا هاجي بص بص هاجي اعمل ايه دلوقتي، انا هاجي اكتب 2 باور اكس حلو كده، واحط جنبها مثلا ماينس 1، هتلاقيه مش هيكتب، بص هتلاقيه قام نازل لي تحت كده، قال لا ده كده نازل لي هنا. طب انا عايز يا مستر اكتب 2 باور اكس ماينس 1، اعمل ايه؟ احطها جوه براكت، افتح براكت كده واكتب جوه البراكت اكس ماينس 1، عشان هو متعود على كده بيكتب كده اهو. بص بقى بدل ما الرسمه بتاعتك، تعالى كده نرسم ال 2 باور اكس برضو عشان انت تبقى شايفه اهو، هرسم هنا برضو تحت كده 2 باور اكس، باور اكس اهي دي رسمه ال 2 باور اكس. بص الرسمه الاصليه اللي بالازرق، لما جيت رسمت 2 باور اكس ماينس 1 طلعت لقدام شويه. اه طلعت قطعت فين هنا؟ بص قطعت فين؟ عند الهاف. طب هيحصل ايه لو دي كانت 2 باور اكس بلس 1 بدل ماينس؟ بص كده لو دي بقى العلامه دي بلس، تقول لي يا مستر بص هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها ايه؟ الاصليه اللي معايا اللي باللون الازرق اهي، دي 2 باور اكس. بص بقى لو عملت 2 باور اكس بلس 1 هترجع لورا مكان واحد. ايه ده رجعت لورا، قطعت فين؟ عند ال 2. طب بص كده لو واحد يقول لي طب اشمعنى قطعت عند ال 2؟ يا عم حط الاكس بزيرو، حط الاكس بزيرو 2 باور 0 بلس 1 اللي هي 2، 2 باور 1 اه قطعت عند ال 2. فواحد يقول لي لا على طول بقى، ما انا هقطع عند 2 ما انا زودت مكان. لا لا ما تحسبهاش كده. بص كده مثلا لو قلت لك 2 باور اكس بلس 2، بص قطعت فوق فين؟ مع انها رجعت لورا مكانين قطعت فوق عند الفور. تقول لي ازاي؟ يا عم حط الاكس بزيرو، حط الاكس 2 باور 0 بلس 2 تطلع 4. اه رجعت لورا مكانين بالمنظر ده. فهمنا كده يا اولاد موضوع الشيفتنج يمين وشمال والقصه دي؟ الكلام ده مهم. طب حاجه كمان معلش حابب اقولها، بص كده دي رسمه ال 2 باور اكس وادي ال 2 باور اكس. هيحصل ايه لو جيت في واحده منهم، واحده كده من الاثنين، قمت جاي حاطط لها نيجاتيف، جيت لواحده منهم كده حطيت لها نيجاتيف، تقول لي يا مستر انا عارف اللي احط لها نيجاتيف دي هتنزل لتحت. تمام اهو السؤال هنا، ما بين ال 2 باور اكس وال النيجاتيف 2 باور اكس في سيمتري حوالين ايه؟ تقول لي في سيمتري حوالين الاكس اكسس. الايكويشن بتاع الاكس اكسس ايه؟ واي ايكوال 0. الايكويشن بتاعت الاكس اكسس واي ايكوال 0، وبتاعت الواي اكسس اكس ايكوال 0 لو كان عايز الايه؟ السيمتري في الكلام ده. ماشي يا شباب، ده كده اول جزء عندنا من درسنا. تعالى بقى واحده واحده كده لما نبتدي ايه نحل بقى مسائل عليه. تمام، انا مش همشي بترتيب الاسئله بالظبط، انا هحل معاك كويستشن 1 بعد كده هخش على سؤال تاني خالص، فركز بقى معايا كده كتابك معاك ويلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي which of the following functions defined by the following rule is an exponential function and determine the base and the power of each of them. تمام، هل دي exponential function؟ عشان تبقى exponential function لازم تبقى حاجه باور اكس، مش اكس باور حاجه، دي بولينوميال. لا لا يبقى مش دي. طب دي حاجه باور اكس؟ اه دي حاجه باور اكس. طب البيز بتاعها كام والباور كام؟ هي 5 باور اكس. طب ايه ال 2 اوفر 3 اللي بره دي؟ رقم، رقم يعني المفروض ال 5 باور اكس عامله كده. الرقم ده بس هيفرق معايا، هيخليها مثلا فاتحه كده شويه نازله كده شويه، بس هي اكسبوننشال فانكشن. تمام، يبقى دي اكسبوننشال فانكشن. دي اكسبوننشال فانكشن؟ لا. دي اكسبوننشال فانكشن؟ لا. لازم حاجه باور اكس. دي اكسبوننشال فانكشن؟ اه. طب دي اكسبوننشال فانكشن؟ يقول لي لا يا مستر. ليه؟ عشان دي الاي، انا قلت الاي ده لازم يبقى رقم بوزيتيف، تقول لي ده نيجاتيف. طب سؤال، ليه دي مش اكسبوننشال فانكشن؟ ليه يا مستر لازم الباور يبقى بوزيتيف؟ هتعرفه منين يا مهندس؟ لو عملت لك تيبل، يعني مثلا لو جيت عملت لك مساله مثلا زي دي نيجاتيف 2
باور اكس. تعالى كده اما نرسم المسألة دي نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. ماشي، هي اللي هتوضح لك الفكرة كلها. ادي الاكس وادي الاف اوف اكس. بص كده انت اللي هتلقط نفسك، حط كده مرة الاكس بزيرو، الاكس بوان، الاكس بتو، الاكس بثري، الاكس بفور. بص هيحصل ايه، نيجاتيف 2 باور 0 بوان، نيجاتيف 2 باور 1، بص كده نيجاتيف 2 باور 1 ال1 باور اود، مش هشيل النيجاتيف تبقى نيجاتيف 2، نيجاتيف 2 باور 2 اه الباور 2 ايفن هيشيل النيجاتيف تبقى 4. لا لا لا، واحده نيجاتيف واحده بوست. بص كده نيجاتيف 2 باور 3 بنيجاتيف 8 الباور 3 ما بيشيلش النيجاتيف، نيجاتيف 2 باور 4 ب 16. الا احنا هنلعب بقى ولا ايه؟ بص بيقول لي ايه، 0 واطلع 1، ادي اول نقطه، تاني واحده 1 ونيجاتيف 2، ايه ده، بعدين 2 واطلع 4، بعدين 3 وانزل 8. ايه ده انت بتهرج، عامل لي رسمه ايه اللي انت عامله ده؟ لا 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 يا مستر، دي مش اكسبوننشال فانكشن، انا مش اكسبوننشال فانكشن، دي حاجه تانية خالص. تمام كده يا شباب، عرفنا كده الموضوع ده. طيب تعالى بقى بص، انا دخلت على كويستشن كام بقى دلوقتي، 17. تمام، كويستشن 17. تعالى يلا اما نبتدي، سايب الجزء ده هرجع له تاني ما تقلقش بعد ما اخلص الجزء ده. بيقول لي ذا اكسبوننشال فانكشن اوف ذا بيز اي انكريزنج، امتى امتى تبقى انكريزنج، امتى تبقى عامله كده؟ قلت لك لو هي مثلا 2 باور اكس، 3 باور اكس، 4 باور اكس. وامتى تبقى ديكريزنج العكس، لو عامله كده، لو بتبقى هاف باور اكس، ثيرد باور اكس، يعني من الاخر هنا لو الاي بيجر ذان ال1 هنا تبقى ديكريزنج، لو الاي رقم ما بين الزيرو وما بين ال1. تمام، يبقى انكريزنج لو الاي بيجر ذان ال1، ديكريزنج لو الاي رقم ما بين الزيرو وال1. تمام يا دكاتره، نيجي للكويستشن اللي بعده. ذا رينج اوف ذا فانكشن 1 هاف باور اكس، ايه الرينج بتاع الفانكشن هاف باور اكس؟ هي رسمتها عامله ازاي هاف باور اكس؟ حاجه عامله كده. تمام، الرينج بتاعها ايه؟ ها الرينج ارقام الواي، تقول لي الارقام دي يا مستر يلا ما بين الزيرو لحد الانفينيتي، فين من الزيرو لحد الانفينيتي اهي. تمام، بص اللي بعده بيقول لك if the curve of the function is shifted one unit to the left. تقول لي يا مستر يعني بدل ما الكيرف بتاعي عامل كده، لا انا رجعته shifted one unit، اتحرك هنا كده مكان واحد 1 يونت. فبدل مثلا ما الرسمه 2 باور اكس انا رجعته لورا مكان واحد، راح ناحيه النيجاتيف، يبقى اكيد بلس 1، بحط له بلس 1 صح، ما هي عكس العلامه الشيفت اللي هنا. يبقى نيو فانكشن هي دي. تمام، اللي بعده سؤال نمبر 5 بيقول لك if the curve of the function 3 باور اكس، ماشي 3 باور اكس اهو، ادي 3 باور اكس اهو. بيقول لك is the image of the function نيجاتيف 3 باور اكس. طب واحد يقول لي هو ما ينفعش ال 3 يبقى نيجاتيف، لا لا هو قصده النيجاتيف بره البتاع دي كلها. تمام، دي رسمتها عامله ازاي؟ نفس ال 3 باور اكس بس بصل تحت. بيقول لحضرتك عملنا ريفليكشن الاثنين دول ايمج لبعض، باي ريفليكشن فين؟ في الاكس اكسس، الخط ده اهو، ده المرايه بتاعتي. طب هو الخط ده الاكس اكسس ايه الايكويشن بتاعته؟ واي ايكوال 0 صح كده، y equal 0. اللي بعده question 6 بيقول لي the equation of the axis of symmetry، ايه الاكسس اوف سيمتري بتاع f of x اللي هي 3 باور x، دي رسمتها عامله كده، وبعدين g of x third باور x، third باور x حاجه عامله كده، الاكسس اوف سيمتري ايه الخط اللي بيقسمه النصين، هو الخط اللي بالطول ده. طب ايه الايكويشن بتاع الواي اكسس؟ x equal 0. تمام يا شباب، اتمنى ان دي تكون واضحه، كل الكلام ده احنا لسه قايلينه حالا. اللي بعده بيقول لحضرتك ايه هنا، بيقول لي if the curve of the function 5 power x بيقطع ال y axis فين؟ بقطع ال y axis، عايز تعرف بتقطع ال y axis فين حط ال x بزيرو، ولو ان انا حافظها اي كيرف 5 power x بيقطع في النقطه دي اللي هي كام وكام؟ 0 1 على طول، حط ال x بزيرو 5 power 0 1 يبقى 0 1. اللي بعده ركز معايا هنا، بيقول لي the curve of the function المره دي بقى 3 power x plus 1 بيقطع الواي اكسس فين؟ حط الاكس بزيرو يبقى 3 باور 0 بلس 1. ايه ده بيقطعها فين يا مستر؟ بيقطعها في 3 باور 1. يبقى 0 3. لو عايز تتاكد مش هي المفروض يا مستر رسمه 3 باور اكس حاجه عامله كده؟ لا ده هو عملها بلس 1، يعني رجع لورا مكان واحد، قام راجع لورا بص فقطعت في حته اعلى. قطعت في 0 3. فهمت كده؟ اللي بعده بيقول لي ذا ستريت لاين واي ايكوال 9 cuts the curve f of x equal 3 power x at the point كام؟ هو انا لو عايز اعرف خطين اتنين بيقطعوا بعض فين اعمل ايه؟ اسويهم ببعض. بمعنى اول لاين بيقول لي اسمه y equal 9، يعني ايه y equal 9؟ خط بالعرض عند ال 9 حاجه عامله كده، ده y equal 9. تمام،
الخط التاني اسمه 3 بار اكس، ده عامل ازاي؟ ده عامل كده تمام. بيقطعوا بعض فين؟ هو ده بقى السؤال، بيقطعوا بعض عند الاكس بكام او النقطة كام؟ اكيد النقطة حاجة و9، اكيد النقطة حاجة واطلع 9، صح ولا لا؟ ده شيء منطقي. تقول لي يبقى مبدئيا مستحيل في دي ومستحيل في دي، اكيد يا 2 و9 يا 3 و9. طب اعرفها منين؟ ساويهم ببعض، ساوي 3 بار اكس اهي ايكوال ال 9، الواي بالواي، مش الاف اوف اكس هي الواي، سويت الواي بالواي يعني 3 بار اكس ايكوال 9. تقول لي طب استنى، ال 9 ده انا اقدر اكتبها ايه؟ 3 بار 2، البيز زي البيز، يبقى البار زي البار، يبقى النقطة دي 2 كوما 9 تمام. اللي بعده بيقول لي if the point a كوما b، تمام ركز بقى معايا عشان السؤال ده جميل جدا. بيقول لحضرتك ال point a كوما b where a is not equal 0، ال a مش بزيرو تمام، lies on the curve of the function 2 power x. هي رسمتها عاملة ازاي 2 power x؟ حاجة عاملة كده اهي، دي 2 power x تمام. بيقول لك ان في نقطة موجودة على الكيرف ده اسمها a كوما b، وقال لك ان مش هنا، ال a مش بزيرو، يعني وليكن مثلا نقطة اهي، اهي ادي النقطة اهي، النقطة دي a كوما b، يعني امشي a واطلع b تمام. بيقول لك which of the following points موجودة بقى على الكيرف y equal half power x. طب هي رسمة ال half power x دي عاملة ازاي؟ عاملة كده تمام. واحد يقول لي طب ما النقطة دي اللي هنا دي موجودة عليه، بس هو قال لك يعني النقطة ممكن تقول لي 0 1 مش موجودة في الاختيارات. طب تقول لي ايه اللي موجودة اللي انا متأكد هنا؟ تقول لي يا مستر مش دول زي بعض بالظبط، زي بعض بس، وده اكسس وسيمتري كأنهم معمولين لهم ريفليكشن، فلو هنا a وبطلع b يبقى اكيد في نقطة هنا زيها نيجاتيف a واطلع نفس ال b. اه موجود عليهم، ما هم حاجتين اتنين زي بعض، يبقى نيجاتيف a واطلع b. اه فهمتك كده يا مستر، عرفت الموضوع عبارة عن ايه. يجي اللي بعده، اللي بعده بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لك لو f of x equal a power x where a bigger than ال 1، قلت لو ال a ده رقم bigger than ال 1 يعني مثلا 2 power x، بتبقى مالها؟ بتبقى increasing، عامله كده. بس بص هو ما بيسالنيش على ده، انا عارف انها increasing. بيقول لك its curve approaches. approaches يعني ايه؟ يعني بيقرب. الكيرف بيقرب من ايه؟ هل هو بيقرب من ال x axis؟ اه هو بص هو عمال يقرب من ال x axis اهو، بس من ناحيه الايه؟ النيجاتيف بتاعت الاكس اكس. بص عمال اقرب 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 من هنا، اه بي ابروتش من الاكس اكسس نيجاتيف دايركشن تمام. السؤال اللي بعده، بص كده السؤال اللي بعده بيقول لك الاكسبوننشال فانكشن اي باور اكس، ركز بقى معايا عشان الحته دي مهمه جدا اهو. فين يا مستر الاكسبوننشال فانكشن اي باور اكس وير اي بيجر ذان ال 1؟ فين الاي اللي بيجر ذان ال 1؟ اهو الاي بيجر ذان ال 1، يعني رسمتها حاملة كده 2 باور اكس مثلا 3 باور اكس، سوري انا نظبطها شوية كده اهو، حاجة عاملة كده اهو تمام. ركز بقى معايا، ماله بقى الكيرف ده؟ بيقول لي الاف اوف اكس كلها اللي هي الرسمة كلها اكبر من ال 1، مش النقطة دي 0 واطلع 1 تمام النقطة دي. هو بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك لا انا عايز رسمتي الحاجات اللي اكبر من ال 1، يعني انا مش عايز اي حاجة اصغر من ال 1 لما الواي اكبر من ال 1. طب هو فين الواي اكبر من ال 1؟ يعني لو عندك خط هو ايكوال 1، انا عايز كل حاجه فوقيه، انا مش عايز حاجه من تحتيه، شايف اي حاجه تحتيه كده مش عايزها، انا عايز اللي فوقيه بس. تقول لي اه طب ما اللي فوقيه من اول النقطه دي، بص بقى من اول الاكس بكام، من اول الاكس بزيرو، بيقول لك من اول الاكس بكام، من اول الاكس بزيرو لحد الاكس بكام، لحد الانفينيتي، كل دي ارقام اكس معايا. اه فهمتك يا مستر، هو بيسالني على ارقام الاكس، ارقام الاكس الحاجات اللي اكبر لما الواي اكبر من الوان، كل الارقام دي، كل الارقام دي الاكس تنفع معايا. اه طب دي اللي هي من اول كام لكام؟ من اول الزيرو اوبن لحد الانفينيتي. طب هي ايه من اول الزيرو اوبن لحد الانفينيتي؟ الار بوزيتيف. اه تمام. طب نيجي اللي بعدها، بيقول لك which of the following functions defining by the defined by the following rule represent exponential growth، حاجه بتزيد. تقول لي اكيد ال 3 باور اكس، صح؟ مش ال 3 باور اكس حاجه عامله كده growth. طب ايه 3rd باور اكس دي؟ ديكي، حاجة العكس بتقل. طب ايه دي؟ ما هو الباور اللي بالنيجاتيف احنا اتفقنا انها كأنها هاف باور اكس، بشقلب الفراكشن. اه هاف باور اكس دي ديكي برضه. طب دي رقم اصغر من ال 1 برضه ديكي، كل دول ديكي، الوحيدة اللي جروث اللي الاي اكبر من ال 1 تمام يا مستر تمام. يجي اللي بعده، بص هنا كده بيقول لي ايه؟ Which of the following functions defined by the following rule represents an exponential decay، انهي واحدة ديكي بتقل؟
تقول لي 2 باور اكس دي بتزيد. طب النيجاتيف اللي هي ال 1 اوفر 3 باور نيجاتيف اكس، يعني ايه 1 اوفر 3 باور نيجاتيف اكس؟ تقول لي الباور اللي بالنيجاتيف بيشقلبها كانها 3 باور اكس. اه دي هي دي يا مستر، دي برضو دي ايه؟ دي انكريزنج زيها. دي حاجه بتزيد. تمام. طب نيجي هنا 3 باور اكس برضو حاجه بتزيد. طب دي بقى 2 اوفر 3 ايه ده؟ ده رقم ما بين الزيرو وال1. ده هي دي يا مستر، ده هي نمبر دي هي دي اللي بيحصل فيها ايه؟ اللي دي كي. هو بيسالني انهي واحده دي كي؟ الوحيده اللي دي كي هي دي. تمام يا دكاتره. السؤال اللي بعده شبه بالظبط السؤال اللي احنا لسه حلينه من شويه. بص كده بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك لو f of x equal a power x where a رقم ما بين الزيرو وال1، يعني مثلا كانها half power x مثلا. رسمتها عامله ازاي دي؟ العكس جاي عامله كده. تمام. بيقول لحضرتك بقى رسمتي ال a power x دي اللي هي ال half power x ما بين الزيرو وال1، يعني عايز ال y ال g of x كلها ال g of x ما بين الزيرو وال1. تقول لي فين اللي g of x ما بين؟ انا اللي عايز الجزء ده، عايز الجزء اللي ما بين الزيرو وال1 اللي هو فين يعني؟ معلش اللي هو ده، بص كده، ده خط اللي هو فيه الواي بزيرو، الخط ده سوري الواي ب1 اهو، ده الخط اللي فيه الواي ب1 صح ولا لا؟ هنا اهو اللي هو الخط ده يا مستر، يعمله لك بلون تاني اهو، اللي هو الخط ده. انا بقى عايز الحاجات اللي ما بين الواي بزيرو و1، يعني عايز الجزء ده. انا مش عايز الحته اللي فوق دي، دي مش عايزها. انا عايز لما الواي ما بين الزيرو وال1. بص بقى بيجي يسالك على ايه؟ على الاكس، ارقام الاكس في الجزئيه دي ما بين كام وكام؟ تقول له ايه؟ ما بين الاكس بزيرو لحد الاكس بكام؟ الاكس بانفينيتي. يعني من اول الزيرو لحد الانفينيتي، اللي هي فين؟ اللي هي هنا. تمام يا مستر، فهمت كده. تمام يا دكاتره، نيجي للمساله اللي بعدها، اخر مساله في الصفحه دي. بيقول لي فين رسمه ال 2 باور اكس؟ طبعا عارف رسمه 2 باور اكس اهي، حاجه عامله كده بتزيد وبتقطع هنا عند الزيرو وال1. طب دي لا، دي مثلا ممكن تبقى هاف باور اكس، ثيرد باور اكس، وهكذا. طب دي ايه ده؟ لا طبعا، لا طبعا دي مش هي خالص. طب دي برضو لا، دي جايه من الناحيه الثانيه، وهكذا. فهمنا كده يا شباب الكلام ده؟ تعالى كده معايا يلا على المساله نمبر 17. بيقول لي هنا عايز يعرف الرسمه دي انهي واحده من الاوبوزيت دول. واحد يجي يقول لي، يقول لي بص يا مستر، هي اولا مش جايه كده، جايه ديكريزنج، جايه العكس، دي حاجه بتقل. ده بص ده حاجه جايه كده، تقول لي يبقى اكيد هاف باور اكس، ثيرد باور اكس، فورث باور اكس، رقم ما بين الزيرو وال1. فمبدئيا دي مستحيل. ليه؟ لان دي 2 باور حاجه ودي ما تنفعش. اكيد يا اما يعني ايه 2 باور نيجاتيف اكس؟ يعني هاف باور اكس او الثيرد باور اكس. تمام. تقول لي طب اعرفها منين؟ انا مش عرفني هي دي ولا دي. اقول لك يا عم، هو مديك نقطه هنا، مديك لما الاكس ب1 الفاليو بكام؟ هو اللي قايل لك بهاف، مديك نقطه خلاص. حط كده الاكس ب1 هنا، لما الاكس ب1 هل الاجابه تطلع لي هاف؟ هاف باور 1 بكام؟ ايه ده هاف، يبقى هي دي. طب حط هنا الاكس ب1 المفروض تبقى النقطه دي كام؟ ثيرد. لا ده هو بيقول لك هاف، يبقى هي دي. تمام يا شباب. الجزء اللي بعده ده ان اماونت اوف 5000 باوندز، دي هناخدها مع بارت 3 عندنا اللي هو الجزء الثالث من الحصه. تمام كده، جزء كمان صغير كده، تعالى كده ابلكيشن جميل جدا. ده حاجه كده نقدر نقول عليها زي ايه؟ زي التوصيل. مديك شويه فانكشنز هنا وبيقول لك انهي واحده، انهي رسمه بتاعت انهي فانكشن. تمام، كانه توصيل. تمام. اول واحده 3 باور اكس، فين 3 باور اكس؟ تقول لي بص يا مستر، رسمه ال 3 باور اكس حاجه عامله كده وبتعدي بالزيرو وال1، حاجه عاديه خالص، حاجه بص بتعدي هنا كده بالزيرو وال1. انهي واحده العاديه خالص اللي ما فيهاش اي حاجه اللي بتعدي بالزيرو وال1؟ اللي انا شايفه نمبر 7، حاجه عاديه خالص اهي وبتعدي بالزيرو وال1، يبقى فيجر 7. تمام. نيجي للمساله اللي بعدها، بيقول لي ايه بقى 3 باور نيجاتيف اكس؟ تقول لي لا استنى، 3 باور نيجاتيف اكس، اولا الباور النيجاتيف يعني يقلبها يخليها ثيرد باور اكس. طب تقول لي ورسمه الثيرد باور اكس ازاي؟ العكس كده برضو بتعدي بالنقطه 0 1 عاديه جدا. فين العاديه جدا اللي بتعدي بال0 وال1؟ تقول لي انا شايف اهو هنا اهي، دي لا فيها شيفت فوق ولا تحت ولا حاجه اهي، يبقى فيجر 2. تمام. يجي اللي بعده، بص كده معايا، حاول انت كده توقف وتشوف اللي بعدها دي ايه. هنا 3 باور اكس، بص بقى رسمه ال 3 باور اكس بس هتطلع نيجاتيف بره. تقول لي طب رسمه ال 3 باور اكس كده، لا ده انا عايز اللي كده، اللي نزلت لتحت، فين دي بقى؟ وبتقطع هنا في النقطه كام؟ 0 ونيجاتيف 1.
تقول لي طب ودي فين بقى؟ فين الاقيها الرسمه اللي كده؟ بص انت كده في الرسومات وقول لي فيجر كام؟ فيجر 5. تمام، اللي هو الفيجر ده اهو، اللي هو ده. تمام يا مستر، نيجي اللي بعده. بص كده بقى، واحد يجي يقول لي ايه اللي بعده، فكر فيها كده. تقول لي يا مستر اولا دي 3 باور نيجاتيف اكس، يعني كانها ثيرد باور اكس وحطت لها نيجاتيف بره. طب هي رسمه الثيرد باور اكس ازاي كده؟ حط لها نيجاتيف تبقى لتحت كده. اه دي شكل رسمتي. فين بقى اللي رسمتي عامله بالمنظر ده؟ انهي واحده من الرسومات؟ تقول لي فيجر 1 اهي، شفت كده. طب اللي بعده بص معايا كده يا بطل، بيقول ايه لحضرتك في الرسمه اللي بعدها؟ بيقول لك y equal 3 power x minus 1. تقول لي طب استنى 3 اولا minus 1، يعني اجي تحت كده عند الماينس 1، اجي تحت كده اهو وارسم رسمه ال 3 power x العاديه خالص اللي هي كده. فهمت انا هعمل ايه؟ طيب فين بقى الرسمه دي؟ اهي هي دي، هو عمل خط كده عند الماينس 1 وابتدى رسم رسمته، يبقى اللي هي فيجر كام؟ فيجر 6. نيجي اللي بعده، اللي بعده بص كده بيقول لي ايه؟ 3 باور اكس ماينس 1. اه ده حاطط يا مستر بدل رسمه 3 باور اكس عامله كده. تقول لي لا ده قال ماينس 1. هو يعني ايه ماينس 1؟ معلش، لما بتكون هنا بالماينس بعكسها، شفت على الاكس بطلع لقدام. اه تقول لي بص فالرسمه هتطلع لقدام مكان واحد. طب وانا عارفه منين تقطع لقدام؟ بدل ما بتقطع في النقطه 0 1 هتقطع قدام في حته معينه، هتقطع في حته اصغر. اه طب هي فين اللي رسمتها عاديه بس قطعت قدام مش عند ال 1، قطعت هنا؟ هي دي، اه فيجر 3. تمام، نيجي اللي بعده. بص هنا كده بيقول لك ايه 3 باور 1 ماينس اكس. ايه 1 ماينس اكس دي؟ انا مش شغالش بالكلام ده، ناخد النيجاتيف كومن فاكتور 3 باور نيجاتيف واخليها اكس ماينس 1. اه تقول لي ايه الباور اللي بالنيجاتيف ده؟ يعني ايه 3 باور نيجاتيف؟ يعني ثيرد. اه ثيرد باور اكس ماينس 1، ادي يا عم رسمتي. فين رسمه ثيرد باور اكس العاديه؟ المفروض تبقى عامله كده. تقول لي بس استنى ماينس 1، يعني ايه ماينس 1؟ ها يعني تخش عند البلس 1، تخش في اتجاه البوزيتيف. اه دي بص هتلاقي رجعت لورا سنه، اه في الاتجاه ده هتقطع اعلى. اه اللي هي فيجر كام بقى؟ فيجر 4. فهمتك يا مستر. طبعا الاخيره خالص اللي هي ايه، مفيش غير 8 يعني، امال هتكون ايه؟ ولو عايز انت تبص كده وترسمها اهو، اطلع عند ال 1 صح، اطلع عند ال 1 الاول، اول حاجه اعملها اطلع عند البوزيتيف 1 اهو، بعدين 3 باور اكس المفروض رسمتها كده بس نيجاتيف يعني نازله لتحت. اه فاللي هي فيجر 8. فهمنا يا دكاتره؟ يعني ده كده كان اكتيفيتي صغير كده حضرتك بتوصل الكلام ده. تعالى كده بص على المسائل اللي بعدها، بيقول لي ريبريزنت جرافيكلي ايتش اوف ذا فولوينج فانكشن، بعدين عايزك تجيب الدومين والرينج وتقول لي هي انكريزنج ولا ديكريزنج. تمام، اول مساله خالص طبعا يعني مش هتاخد منك مجهود خالص، 3 باور اكس اهي حاجه عامله كده، بتقطع هنا عند النقطه 0 1. تمام، اولا الدومين بتاعها بكام؟ ار. الرينج بتاعها بكام؟ الرينج ارقام الواي من 0 لانفينيتي. بعد كده عايز يعرف هي انكريزنج ولا ديكريزنج؟ انكريزنج اكروس اتس دومين. شكرا، ادي المساله. تاني واحده هاف باور اكس، دي رسمتها عامله ازاي يا مستر؟ بدل ما جايه كده جايه كده، بتقطع هنا عند النقطه 0 1. الدومين بتاعها كام يا مستر؟ ار. الرينج بتاعها كام يا مستر؟ من 0 لانفينيتي صح، ارقام الواي ما بين الزيرو لحد الانفينيتي. انكريزنج ولا ديكريزنج؟ ديكريزنج. فهمت يا ابني الفكره كلها عباره عن ايه؟ طب اللي بعده ار اس نيجاتيف 3 اللي حاططها لي دي، اولا النيجاتيف دي تاثر معايا، طب ال 3 اللي هنا ولا تفرق معايا في حاجه، يعني المفروض ال 2 باور اكس هي عامله كده، حطيت لها 3 فرقت فيها؟ هتقلف ارقام بس هتختلف معايا شويه، يعني هتلاقي الارقام مثلا بقت عامله كده، مثلا بقت عامله كده مثلا. اه طب النيجاتيف بقى؟ لا النيجاتيف دي تغير اتجاهها خالص، بدل ما هي لفوق كده تبقى عامله كده. اه تمام، فهمت كده معايا يا مهندس الموضوع ده؟ تمام يا مستر، ماشي. هات الدومين ار، الرينج من كام لكام بقى؟ من نيجاتيف انفينيتي لزيرو، لزيرو. اه طب وبعدين عايز يعرف انكريزنج ولا ديكريزنج؟ ديكريزنج طبعا. فهمنا يا شباب؟ وهكذا رسمه. طب دي 2 باور اكس بلس 1، اولا اطلع فوق عند البوزيتيف 1 اهو، اعمل خط بالعرض. المفروض رسمه ال 2 باور اكس عامله كده، دي المفروض الرسمه الاصليه. تقول لي بس استنى ده هنا بلس 1، يعني الرسمه هترجع لورا شويه. اه انت متخيل كده بقى الرسمه بتاعتي هتعمل ايه؟ هترجع لورا شويه. ادي رسمتي، تبقى هي دي الرسمه.
هترجع لورا سنة يعني، يعني هترجع عاملة كده مثلا اهو، وبتقطع هنا اهو. طب واحد يقول لي معلش انا عايز اعرف بتقطع هنا فين، مع انه مش طالب بس عايز اعرف، حط الاكس بزيرو، 2 باور 0 بلس 1 بعدين بلس 1. 2 باور 0 بكام؟ 2 باور 0 بلس 1، 2 باور 1 بلس 1، تطلع الاجابه 3. يعني بقطع هنا في النقطه دي 0 و3. فهمت يا ابني؟ طب الدومين بتاعي بقى ركز معايا، والخط ده كان 1، ركز معايا الدومين بتاعي ايه؟ ار، ارقام الاكس كلها. طب الرينج، الرينج يفرق هنا من اول ال 1 صح؟ ده اخري، ده اولي لحد الانفينيتي. اه يبقى الرينج من 1 لانفينيتي. طب انا انكريزنج، مسالتي انكريزنج. فهمنا يا شباب الفكره العامه عباره عن ايه؟ يعني مش عايز بقى ايه اضيع وقت في الكلام ده. هنا بيقول لك ايه؟ فايند جرافيكلي السوليوشن سيت، عايز يعرف السوليوشن سيت جرافيكلي. تقول لي طب ودي يا مستر؟ انا كده كده كنت بحل الحاجات دي من الدرس اللي فات. انا ممكن اجي الجبريكلي، كنا بنعمل ايه؟ 2 باور اكس بلس 3 ايكوال 4، كنت بكتب ال 4 2 باور 2 واساوي الاثنين دول ببعض، اقول الاكس بلس 3 ايكوال 2، البيز زي البيز يبقى الباور زي الباور، يعني الاكس بكام؟ 2 ماينس 3 بنيجاتيف 1. دي المفروض رسمتي. تقول لي تمام. طب انا بقى لو عايز جرافيكلي هو يعرف الكلام ده لازم احلها له ازاي؟ بتيبل. طبعا ما ترسمش كروكي عشان انت عايز تعرف انت بتقطع فين، تمام؟ بس انا يعني هرسمها لك كروكي كده عشان انت تبقى فاهم بس الموضوع عباره عن ايه. اول ارسم الفور لوحدها، برسم ده لوحده وده لوحده، شوفهم بيقطعوا بعض فين. واي ايكوال 4، خط بالعرض عند الفور اهو، اهو رسمت الخط ده. طب فين 2 باور اكس؟ 2 باور اكس ماينس 3، ادي يا مستر رسمه ال 2 باور اكس العاديه، بس بلس 3 لا دي ترجع لورا. اه دي بص بقى ترجع لورا فين؟ ترجع لورا كده. اه تمام. بعدين تشوف لي قطعوا بعض فين؟ قطعوا بعض هنا اهو عند النيجاتيف 1. ده يعني ده معنى اللي كان طلع لي في المساله. فهمنا يا شباب الفكره العامه عباره عن ايه؟ بترسم ده وترسم ده وتشوف لي قطعوا بعض فين. تمام كده، ده كده كان الجزء. وطبعا انت معاك البرنامج بتاعك، وفكره الرسم انه يقول لك ارسم انت امتحانك تشوز، فعشان كده انا مش مركز قوي في الموضوع ده، لان عمره ما هيجي يقول لك ارسم يعني، الا طبعا لو غيروا الامتحان خلوه ايه؟ خلوه كحاجه يعني مش تشوز، مش مالتيبل تشويس. تمام يا شباب. طب شويه اسئله كمان كده بقى، ركز معايا كده عشان بعد كده نخش على الجزء الثاني. بيقول لحضرتك a باور اكس، انا رجعت تاني للتشوز بقى، انا رجعت دلوقتي للتشوز، ده الجزء الثاني بقى. بص كده بيقول لك ايه؟ if f of x equal a باور اكس is an exponential function. قلت لازم الاي ده يبقى رقم بيبيلونج للار بوزيتيف ما عدا ال1، رقم بوزيتيف ما عدا ال1. ركز بقى معايا، ده الجزء الثاني بقى. الجزء الثاني انه يديك الاف اوف اكس، وبص يطلب ايه؟ يطلب اف اوف اكس بلس 1. ايه بقى الكلام ده؟ ولا اي حاجه، هو قايل لي ان الاف اوف اكس ب 4 باور اكس ماينس 1. تمام. عايز ايه مني يا عم الحاج؟ بيقول لي انا عايز اف اوف اكس بلس 1، يعني شيل كل اكس وحط مكانها اكس بلس 1. تقول لي حاضر يا سيدي، ادي 4 اهو، بدل الاكس دي هحط مكانها اكس بلس 1. طب الماينس 1 اللي هنا دي ولا ليها دعوه بيها؟ تقول لي ايه ده؟ الله اكبر، بلس 1 وماينس 1 في 60 داهيه، طلعت لي المساله بتاعتي ايه؟ 4 باور اكس. اه فهمتك يا مستر، فهمتك. ماشي يا اخويا اللي بعده. بص هنا كده اهو مساله نمبر 3. مسالتي الاصليه اف اوف اكس ايكوال 2 باور اكس. عايز يعرف اف اوف نيجاتيف اكس، تقول لي حاضر. معنى الكلام ده يا مستر شيل الاكس وحط مكانها نيجاتيف اكس. حاضر. 2 اشيل الاكس واحط نيجاتيف اكس، اجي ابص في الاختيارات ما الاقيش الحاجه. بنفتح السمكه ما لقاش الخاتم، نعمل ايه يا مستر؟ يا حبيبي بسطها، ايه النيجاتيف دي؟ تشقلب الفراكشن. تبقى هاف بار اكس، هي دي. تمام. طب اللي بعده بص كده بيقول لحضرتك ايه؟ اف اوف اكس ايكوال اي بار اكس. ماشي يا عم، انت عايز ايه بقى؟ بص بيقول لي انا عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز اف اوف اكس بلس 1 مالتبلايد باي اف اوف اكس ماينس 1. قول لي يطلع ايكوال اف اوف كام؟ ماشي، تعالى اما نحسب دي ونحسب دي. اف اوف اكس بلس 1 يعني اشيل الاكس تبقى ايه؟ بدل الاكس احط مكانها ايه؟ اكس بلس 1. حاضر. تايمز اكس ماينس 1، اشيل الاكس واحط مكانها اكس ماينس 1. تقول لي سوري اكس ماينس 1 ماينس 1. تقول لي استنى بقى، دول حاجتين تايمز بعض ليهم نفس البيز، بعمل ايه في الباور؟ بجمع الباور، اعمل كده الاثنين دول بلس، اعمل اكس بلس 1 بلس اكس ماينس 1
لا البلس 1 والماينس 1 اتشالوا، اكس واكس 2 اكس، تبقى ايكوال اف اوف 2 اكس. شيل الاكس وحط مكانها 2 اكس، هو ده اللي طلع. تمام يا مستر. اللي بعده بيقول لحضرتك اف اوف اكس بلس ال 1 ايكوال 2 باور اكس. خلي بالك بقى، عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف اف اوف، وبيقول لي ان الاف اوف ايه، مديني معلومه قايل لي ان الاف اوف ايه ايكوال 8. طب تمام، سؤال بس اسال حضرتك، هو 2 باور كام يديني 8؟ تقول لي يا مستر ده 2 باور 3، ده 2 باور 3 المفروض، يبقى المفروض مكان الاكس احط 3. هو عايز يعرف الايه بكام. طب ما هي الايه هي الاكس بلس 1، والاكس اللي هي انا لسه جايبها حالا بكام؟ 2 باور 3 هي اللي ب 8. احط 3 بلس ال 1 تطلع الايه بكام؟ ب 4. فهمتك يا مستر، دي لفه سودة شويه دي ولا اي حاجه. ركز بقى معايا عشان نوع المسائل ده بقى هو اللي ايه اللي يجي لحضرتك وعايزك تبسطه كده. يقول لك اف اوف اكس على جنب كده ايكوال 5 باور اكس. تمام، عايز يعرف شويه الحاجات دي، تقوم حضرتك جاهز زي الشاطر كده شادد لي خط. هي دي يا مستر اللي بنقعد نبسط فيها حاجات شبهها كده. بص اف اوف اكس بلس 4 ادي 5 اهي، بدل الاكس احط اكس بلس 4 ماينس. طب هنا يا مستر اف اوف اكس بلس 3، حاضر، يبقى 5 بدل الاكس نحط مكانها اكس بلس 3. هنا يا مستر 5 اكس بلس 5 ماينس 5 اكس بلس 4. يجي واحد يقول لي، يقول لي يا مستر هو انا اجي اعمل ايه بعد كده؟ ده بلس وماينس يا حبيبي، ما قدامكش غير كومن فاكتور. تقول لي طب اعمل ايه بقى في الكومن فاكتور المنايل البنيله ده؟ بص يا عم اقول لك تعمل ايه، خد ايه كومن فاكتور، خد الصغير 5 باور اكس بلس 3 وافتح براكت. هنا هاخد ايه كومن فاكتور 5 باور اكس بلس 4 وافتح براكت. ركز بقى معايا، قلت لحضرتك لما باخد كومن فاكتور من الاثنين دول اهو طلع لي الجزء ده. عايز اعرف لو اخدت من ده كده 5 باور اكس بلس 3 يتبقى لي ايه؟ قلت لك يتبقى لك 5 وتعمل دول ماينس، اكس واكس هيشيلوا بعض و4 ماينس 3 ب1، يبقى لك 5 باور 1 ماينس. لو خدت من هنا 5 باور 3 مش هيبقى لي حاجه، يبقى لي 1. تمام، هنا لو خدت 5 باور اكس بلس 4 من 5 باور اكس بلس 5 يتبقى لي ايه؟ 5 باور اكس 5 ماينس 4 5 باور اكس بلس 1 5 باور 1 ماينس. لو خدت 5 باور اكس بلس 4 1، ايه ده 5 ماينس 1 ب 4، تشيل ال 4 دي 5 ماينس 1 ب 4، طلع لي ايه متبقى في مسالتي؟ 5 باور اكس بلس 3 اوفر 5 باور اكس بلس 4، حاجتين ديفايدد بعض ليهم نفس البيز، بعمل ايه للباور؟ ماينس. يبقى 5 باور اكس بلس 3 ماينس البراكت اللي اسمه اكس بلس 4. تقول لي طب ما هي الماينس دي على الاثنين دول، يعني كانها ماينس اكس ماينس 4. تمام كده يا مستر، ايه بقى اللي اقدر اشيله مع بعض دلوقتي؟ ماينس 4، شيل الاكس مع الاكس، 3 ماينس 4 يبقى لك 5 باور نيجاتيف 1، هو ده الحل بتاعك. ايه 5 باور نيجاتيف 1؟ اللي هي 1 على 5. فهمتك يا مستر كده. تمام يا شباب، ده كده كان الجزء ده. اللي بعده مسألة كمان اهي نفس الفكرة، هي على فكرة كلها شوية تبسيط بسيط كده، وعلى فكرة زي ما قلت لك ممكن تحلها بالكالكوليتور المسائل دي بطريقة الشيفت سولف على طول. بيقول لحضرتك ايه؟ فايند ذا فاليو اوف اكس ويتش ساتيسفايز الكلام ده، ماشي. ادي اف اوف 2 اكس ماينس 1 بلس اف اوف اكس ماينس 2، هو اللي بيقول لي ايكوال 50. شيل كل اكس، بص بقى ادي اف اهي، ادي 7 بدل باور اكس بلس 1، ماليش دعوه بالبلس 1، هحط مكان الاكس دي، احط مكانها ايه؟ 2 اكس ماينس 1 اهو، 2 اكس ماينس 1، والبلس 1 اللي هنا دي ولا ليها دعوه بيها. تقول لي طب ما استنى، ماينس 1 وبلس 1 في 60 داهيه، بقت دي 7 باور 2 اكس. تمام، بلس هنا يا مستر هي اصلا 7 باور اكس بلس 1، بيقول لي لا استنى شيل الاكس، شايف الاكس دي شيلها وحط مكانها اكس ماينس 2. حاضر، اكس ماينس 2. تقول لي طب ما ماينس 2 بلس 1 يبقوا ماينس 1 نيجاتيف 1، كأن دي كده نيجاتيف 1 ايكوال 50. تقول لي تمام، ايه ده؟ اتصرف فيها ازاي ده يا مستر؟ دي ممكن نتصرف فيها ازاي؟ فاكر يا مهندس، فاكر الدرس اللي فات؟ فاكر فكره الفاكتورايزيشن؟ تقول لي يعني ايه يا مستر؟ اقول لك 7 باور اكس اول سكويرد، هكتبها كده بلس، دي مش هقدر افكها 7 باور اكس اوفر 7 باور 1،
تمام، اللي هي هنا كده، بص بص بص، اللي هي هنا كده 1 اوفر 7 من ال 7 باور اكس. تمام، دخل ال 50 ماينس 50 ايكوال 0. ايكويشن، بص بقى تعمل لي اتنين براكت، مره هنا 7 باور اكس ومره هنا 7 باور اكس. ال 50 كام تايمز كام عشان اقول الديفرنس بتاعهم بكده وهكذا. فهمت اللي انا هعمله ايه؟ طب تعالى نعمل لها فاكتورايزيشن احسن، عشان هي واضح ان الارقام رخمه، نعمل لها فاكتورايزيشن على الايه؟ على الكالكوليتور. بعملها ازاي يا مستر؟ اهو مود 5 3 مود. انت فين؟ يلا يا عم يلا اشتغل، اخلص يا عم الكمبيوتر. اهو هتشتغل اهي ان شاء الله ان شاء الله. اهو مود 5 3 تمام. هنيجي هنا كده 1 1 اوفر 7 ونيجاتيف 50 1 و1 اوفر 7. سوري هي مش عايزه تكتب لي اهو 1 اوفر 7 ونيجاتيف 50 وقوم دايس ايكوال. طلع لي اول واحد 7، قلت يبقى بكتب هنا ايه؟ المفروض ماينس 7 عكسه صح؟ تمام. والتاني يعني اللي هو هيطلع لك 7 باور اكس ب 7. طب والتاني نيجاتيف 50 على 7 يعني بلس 50 على 7. حاضر تمام، ركز بقى معايا كده اهو، نشيل بس الكالكوليتور دي تعالى كده ونكمل بقى. تقول لي بص يا مستر، اولا معنى كده ان ال 7 باور اكس ايكوال 7، تاني حاجه ان ال 7 باور اكس ايكوال نيجاتيف 50 على 7. سؤال هنا، هو ينفع اعمل 7 باور حاجه يديك رقم بالنيجاتيف؟ لا طبعا، يبقى دي ريفيوزد على طول. 7 باور كام؟ تقول لي 7 باور نيجاتيف 4. نيجاتيف 4 يا حبيبي، ما هو 7 باور نيجاتيف 4 يعني بشقلب الفراكشن، باور بالنيجاتيف يعني بتشقلب مش بالنيجاتيف. يبقى لازم يطلع لك حل بوزيتيف. 7 باور اكس هي 7 باور كام؟ ما هي دي 7 باور 1، يبقى الاكس ب 1. تمام يا مستر، دي فكره الفاكتورايزيشن بتاعت الدرس اللي فات. اللي بعده بص هنا كده برضو شكلها نفس الحاجه، بس هنا حاطط لي اف 1 واف 2. تقول لي عادي يعني، امسك الاف 1 اهو، بدل ما هي 3 باور اكس اشيل الاكس واحط مكانها ايه؟ 2 اكس ماينس 1. حاضر. بلس اف 2 اللي هي 9، بس بدل ما هي باور اكس نحطها باور اكس بلس 1. الكلام ده ب 756. على فكره ممكن حضرتك على طول تعملها لي بطريقه الشيفت سولف، اللي هي بكام يا مستر؟ ورينا كده بتعملها ازاي. اقول لك يا عم اهو، اجيب الكالكوليتور ارجعها لاصلها اهو، ونقوم كاتبين هنا 3 باور، ونقوم كاتبين 2x 2 الفا x ماينس 1. ده حاجه من ضمن الحلول. بعدين بلس 9 باور ايه؟ باور الفا اكس بلس 1. بعدين اقوم جاي اعمل ايه يا اولاد؟ ادوس ايكوال لالفا وعلامه الايكوال صح كده؟ اداني ايكوال اهي، واقوم كاتب 500 سوري 756 756، واقوم دايس ايه بقى؟ شيفت سولف. شيفت سولف هيديك رقم كده مالكش دعوه بيه، دوس ايكوال. بص اطلع لك الاكس بكام؟ الاكس ب 2. على طول في ثانيه طلعها لك. طب واحد يقول لي لا طب استنى يا مستر، هو انا لو عايز احلها المفروض احلها ازاي؟ اقول لك بص يا عم معايا كده، ادي 3 باور 2 اكس ماينس 1. ال 9 دي سوري انا هخلي دي بلس زي ما هي. ال 9 دي مش هقدر اكتبها 3 باور 2 بعدين باور اكس بلس 1. تقول لي باور وباور بتعمل ديستريبيوشن، تبقى 3 باور 2 اكس بلس 2 2 اكس بلس 2 تمام equal 756. طالما لقيت الباور الاكسين زي بعض خدها كومن فاكتور. هاخد ايه كومن فاكتور بقى؟ 3 باور 2 اكس الصغير ماينس 1 وافتح براكت. لو خدت 3 باور 2 اكس ماينس 1 يبقى لي من هنا ولا حاجه. طب هنا لو خدت 3 باور 2 اكس ماينس 1 تقول لي استنى بعمل ده يبقى 3 باور، واعمل الباور ماينس الباور، اعمل لي ده ماينس ده 2 اكس هتشيل 2 اكس و2 ماينس نيجاتيف 1 ب 3 equal 756. ده رقم ده 3 باور 3 بلس 1 3 باور 3 ب 27 بلس 1 ب 28، يبقى هعمل الرقم ده divided 28 3 باور 2 اكس ماينس 1 equal بقى احسب الرقم ده كده divided 28. تعالى اما نحسبه اهو، ايه الرقم ده يا مستر divided 28؟ 756 divided by 28 وقوم دايس equal. بص يطلع لي بكام؟ ب 27. طلع لي الرقم ده كده ب 27. واحد يقول لي طب ما استنى، ما بدل ال 27 دي اكتبها 3 باور 3. البيز زي البيز يبقى الباور زي الباور، يعني 2x ماينس 1 ايكوال 3. ودي دي هناك يعني 2x ايكوال كام؟ 3 بلس 1 4
يعني الاكس بكام؟ الاكس ب2. شكرا، خلصت مسألتي. ماشي يا مهندس، اللي بعده. اللي بعده هنا بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك دي الاي باور اكس. ماشي، بروف ذات ان الكلام ده ايكوال ايه. تقول لي عادي يعني، ادي ايه المره دي بقى عشان الكالكوليتر ما تنفعكش. بدل الاكس حط مكانها اكس بلس 1. حاضر، بلس ايه باور ايه بدل اكس، اكس بلس 2 اوفر. ادي الاي باور اكس بلس 1 بلس اف اوف اكس عاديه اللي هي ايه باور اكس. انا عايز اثبت ان الكلام ده كله بايه. تقول لي طب وده اثبتها ازاي يا عم؟ خد كومن فاكتور، مش بلس وماينس، ما قدامكش غير كومن فاكتور اي باور اكس بلس 1. لو اخدت اي باور اكس بلس 1 يبقى لي هنا 1 بلس. لو اخدت اي باور اكس بلس 1 تقول لي بعمل الباور ماينس الباور، هتلاقي الاكس شالت الاكس و2 ماينس 1 بقى لك اي باور كام بقى؟ 2 ماينس 1 ب1 اي ماينس 1. ماشي، هنا هتاخد اي كومن فاكتور اي باور اكس، وافتح براك. لو اخدت اي باور اكس بعمل الباور ماينس الباور، اكس ماينس اكس يشيلوا بعض يبقى لي 1 اي باور 1. لو اخدت اي باور اكس ده هو هو ده a باور x بلس 1 اوفر a باور x، بعمل الباور ماينس يبقى a باور ال x تشيل ال x يبقى لك a باور 1 اللي هو نفس الايه. ماشي يا دكاترة، بإيدك كده وتحل المسألة دي تاني. أظن دي هتلاقي نفس الفكرة يعني، يعني نفس الحاجة. أنت بس بص عمال إيه ال 7 اللي محطوطة هنا دي، ولا هتفرق معاك في حاجة يا عم. خلي ال 7 زي ما هي، يعني دي 3 باور 2 x بلس 2 بلس دي 3 باور 2 x ماينس ال 1 أوفر دي 5 ماليش دعوه بيها تايمز ايه الاف اوف 2 اكس 3 باور 2 اكس، بدل الاكس حط 2 اكس ماينس 7 ولا تفرق معايا في حاجه. بعد كده 3 باور كام بقى؟ 2 اكس ماينس 1. يقول لك اثبت لي ان الكلام ده ايكوال 7 اوفر 2. بس هتعمل ايه بقى؟ هاخد من فوق كومن فاكتور، هاخد 3 باور 2 اكس ماينس 1 باخد الباور الصغير واعمل ده ماينس ده 2x ماينس 2x بالسلامه، و3 2 ماينس نيجاتيف 1 يطلع ب 3، يعني يطلع لك 3 باور 3 بلس. ده لو خدت ال 3 باور 2x ماينس 1 كلها كومن فاكتور ما بقاليش حاجه، يبقى لي 1. طب هنا هاخد ايه كومن فاكتور؟ هاخد 3 باور 2x كومن فاكتور. لو خدت 3 باور 2x من هنا يبقى لي 5 ماينس. لو خدت 3 باور 2x خلي بالك، اولا يبقى لي 7، ثانيا يتبقى لي ايه لو اخدت 3 باور 2x؟ بص يبقى لي ايه؟ لا استنى، انا ليه اخدت 3 باور 2x كومن فاكتور؟ انا كنت اخد الاصغر 3 باور 2 اكس ماينس 1، بعتذر 3 باور 2 اكس ماينس 1، وهنا كانت 3 باور 2 اكس. ماشي كده، هاخد 3 باور 2 اكس ماينس 1. بص كده معايا بقى، معلش بعتذر طبعا، 3 باور 2 اكس بعمل ده ماينس ده 2 اكس ماينس 2 اكس بالسلامه، وحاجه ماينس نيجاتيف 1 يتبقى لي 3 باور 1 تمام ماينس. هنا 7، ولو اخدت 3 باور 2 اكس ماينس 1 مش هتبقى لي حاجه. ادي يا عم اللي اتبقى لك في المساله، 3 باور 3 ب 27 بلس 1 ب 28، يعني الرقم ده كده 28، وادي 3 باور 2 اكس ماينس 1 اوفر هنا 3 باور نفس ال 2 اكس ماينس 1. ايه ده؟ طب ما تشيل الاثنين دول مع بعض من الاول كده اهو، هشيلهم مع بعض. اتبقى لي ايه فوق؟ اتبقى لي 28. طب تحت اتبقى لي ايه؟ 3 تايمز 5 15، 15 ماينس 7 15 ماينس 7 يطلع بكام؟ 15 ماينس 7 يطلع مستر بكام؟ ب 8. ب 8 احسب لي بقى 28 ديفايدد ايه، تعمل ديفايدد 4 للناحيتين، ديفايدد 4 28 ديفايدد 4 بكام؟ ب 7. 8 ديفايدد 4 بكام؟ ب 2. يبقى الاجابه 7 على 2 اللي هو عايزه. ماشي يا شباب، كله يعني شغل الجبرا شويه. المساله دي طيب دي تايمز، تايمز دي يعني ايه؟ يعني بشيل الحاجات بقى براحتي. بمعنى ايه؟ لما احنا قلنا لو بلس اخرج كومن فاكتور، التايمز بتبقى اسهل. يعني هنا بيقول لي بص عايز 3 باور اكس بلس، يعني حط مكان شيل الاكس وحط مكانها اكس بلس 1. ركز معايا بقى، بوس ايدك في الحته دي. المساله اصلا 3 باور 3 اكس ماينس 1، بدل الاكس حط مكانها اكس بلس 1. فبص ال 3 دي بقت عليهم هما الاثنين. اه تقول لي طب استنى، دخل ال 3 كده تبقى 3 اكس بلس 3. اه 3 اكس بلس 3. تقول لي طب ما بلس 3 وماينس 1 تبقى بلس 2. اه ده خلي بالك بقى بعد اذنك، خدها ستيب ستيب كده، نمسك دي. ادي هنا المساله اصلا 3 باور 3 اكس ماينس 1، بدل الاكس بيقول لك حط اكس بلس 2. حاضر، تقول لي 3 دي هتخش عليهم هما الاثنين تبقى 3 اكس بلس 6. 3 اكس بلس 6 اهو 3x بلس 6. تقول لي طب ما بلس 6 وماينس 1 ده بوزيتيف 5. بعدين تحت ادي 3 باور 3x
سوري، نفس الفكرة 3 باور 3 بعدين اكس، مش لازم بقى نكتب الاكس، 3 باور براكت اهو ماينس 1، تقول لي بدل الاكس حط اكس بلس 3، تقول لي ما هي 3 هتخش عليهم هما الاثنين، يبقى 3 اكس بلس 9، 3 اكس بلس 9 3 اكس بلس 9، تقول لي طب ما بلس 9 وماينس 1 ببوزيتيف 8، يعني دي كده بلس 8. بس يا باشا نعمل ايه بقى يا مستر؟ ابتدي افك. تقول لي افك ازاي؟ ده عادي، ده تايمز، يعني ممكن اشيل حاجات مع بعض. ايه رايك بدل 3 باور اكس نكتبها 3 باور 3 اكس تايمز 3 باور 2 تايمز، ايه رايك الرقم ده نكتبها 3 باور اكس تايمز 3 باور كام؟ سوري 3 باور 3 اكس تايمز 3 باور كام؟ 3 باور 5. ايه رايك دي نكتبها 3 باور 3 اكس تايمز 3 باور 8؟ تقول لي تمام، هشيل واحدة من 3 باور 3 اكس مع واحدة من 3 باور 3 اكس، تمام. يتبقى لي ايه في مسألتي؟ بص كده، دي شوية ارقام دي. تقول لي طب ما تيجي نحسب الارقام دي. اولا 2 بلس كام؟ 2 بلس كام؟ 2 3 باور 2 تايمز 3 باور 5 اللي هي 3 باور 7، يعني اقدر اشيل الاثنين دول كده واكتب مكانهم 3 باور 7. طب هو 3 باور 7 اوفر 3 باور 8 يتبقى لي تحت 3 هاية. يعني ممكن امسح كل ده كده. بص اللي اتبقى لي في مسألتي ايه؟ اتبقى لي ده اوفر 3 باور 1، حاجتين ليهم نفس البيز، بعمل ايه للباور؟ ماينس، تبقى 3 باور 3 اكس ماينس 1. ايه ده بقى؟ ده الاف اوف اكس، المسألة الأصلية. عشان كده بيقول لك اثبت لي ان الكلام ده ايكوال الاف اوف اكس. فهمنا يا شباب؟ يعني انا مش عايز بقى اضيع وقت، هتلاقي نفس الكلام بقى المسائل كلها على نفس الصيغة دي. نيجي لآخر جزء بقى عندنا، اخر جزء خالص في الدرس بتاعنا، معلش درس طويل شويه، وهو بيتكلم بقى على الابلكيشن بتاعه الاكسبوننشال جروث. وده يا اولاد انت يمكن هتحسه في حياتك العمليه، لان دي مثلا الفورمولاز دي احنا بنستخدمها في البنوك، فوائد البنوك، تعداد السكان لما بيزيد، اي حاجه بتزيد بطريقه اكسبوننشالي. يعني ايه طريقه اكسبوننشالي؟ يعني مثلا حاجه بتزيد بطريقه جامده جدا. بمعنى ايه؟ انت مثلا لو عندك اتنين، تمام كده، الاثنين دول خلفوا، تمام كده، الاثنين دول خلفوا، بعدين في اثنين تانيين خلفوا، انت متخيل كده، دول خلفوا، بعدين يجوا دول يتجوزوا يخلفوا، عمال الحاجه، بص عماله تزيد بطريقه، واثنين من هنا تاني يخلفوا، الحاجه بتزيد بطريقه اكسبوننشالي، مش كل شويه عماله تزيد 1 تزيد 2، لا 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 لا، ده عماله تزيد، الكابل ده بيخلف والكابل اللي من هنا بيخلف، والتعداد السكان عمال يزيد. طب الزياده دي بنحسبها ازاي؟ ايه الفورميلا بتاعتها وايه الكلام ده؟ واقول لك الفورميلا دي جت منين، عن طريق ابلكيشن للبنوك، لان ده اكتر حاجه، فوائد البنوك دي اكتر حاجه يمكن بتبين الموضوع ده. اول فورميلا عندنا بتقول ايه بقى؟ الاكسبوننشال جروث از ا فانكشن ان تايم، حاجه بتزيد بمعدل الوقت، مثلا تعداد السكان مثلا بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد 7 سنين، بنحسبه ازاي؟ اول حاجه الاي، ايه الاي ده؟ ده الرقم اللي انت بتبتدي بيه البداية، لو مثلا عندك 1001 بلس، بتفتح براكت 1 بلس ار، ايه الار ده؟ معدل الزيادة، الريت اوف انكريز، الحاجة بتزيد بمعدل قد ايه؟ يعني مثلا لو انا حاطط فلوس في البنك، البنك بيديني فايدة 10%، فالار ده هو الريت، باور التي، ايه التي ده؟ التايم، سايبها سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهكذا. تاني فورميلا دي عندنا، دي اسمها ايه؟ الكومباوند انترست. ايه الكومباوند انترست دي؟ دي الفايده اللي هي الفايده المركبه. بمعنى ايه يا مستر الفايده المركبه دي؟ خلينا نقول بمنتهى البساطه، انت لو واحد مثلا، وهشرح لك الرول ده جه منين، بس يعني نقول الانيوال ماني، يعني نقول بس الرول جواه ايه؟ الاي دي، دي الماني اللي انت حاططها بدايه، سوري، دي ده الفلوس اللي انت هتاخدها بقى كلها، الاكيوميليتد فاليو. يبقى الاي دي الاكيوميليتد فاليو، عباره عن ايه؟ P which stands for principal، ال principal money بتاعتك، الفلوس اللي انت رايح تحطها، وتفتح براكت 1 plus R، R دي احنا عارفينها اللي هي الريت، over N، ال N دي عدد المرات اللي باخد فيها الفايدة في السنة، يعني بتاخد السنة، بتاخد الفايدة مرة في السنة، مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة، فده ال N، power N times T، N ده عدد المرات اللي باخد فيه الفايدة، لو باخدها مثلا مرتين في السنة، ثلاث مرات في السنة، والT ده اللي هو الايه؟ اللي هو التايم ان ييرز، اللي هو باخد الحاجه دي في السنه بقد ايه؟ تمام كده؟ تعالى بقى اما اشرح لك كده اكزامبل بسيط هيفهمك الدنيا دي كلها، طبعا الكلام ده انت ممكن تجريه وتبتدي على طول في حل المسائل، ولكن انا حابب اشرح لك اكزامبل بسيط كده. خلينا مثلا نقول
لو احنا مثلا عندنا واحد زي الاستاذ احمد مثلا، احمد يا سيدي راجل غني، اخد كده المكافأة النجاح بتاعته من باباه وقام معاه مثلا 5000 باوندز، معاه 5000 باوندز. احمد قام رايح البنك، حب يحط فلوسه دي في البنك، قالوا له الفايدة بتاعتك قد ايه في البنك؟ قالوا له والله الفايدة بتاعتنا في البنك خلينا نقول كام، 10%، دي فايدة البنك. البنك كل سنة فلوسك بتزيد 10%، تمام. احمد قال انا هسيب الفلوس دي في البنك لمدة 5 سنين، لحد كده ان شاء الله ايه 5 سنين كده يبقوا، عايز يعرف بعد 5 سنين هيبقوا كام، تمام. يجي واحد يقول له ايه، يقول له استنى، ده دي بقى غير الكومباوند انترست، يقول له بص يا عم انت كل سنة فلوسك بتزيد 10%، فهنعمل 500 سوري 5000 اللي هي فلوسك تايمز 10% اللي هي 10 اوفر 100، يعني كل سنة فلوسك بتزيد قد ايه لو حسبتها، كل سنة فلوسك بتزيد 500 باوندز، كل سنة بتزيد 500 جنيه. يجي واحد غشيم كده يقوم قايل له ايه، يقول له خلاص هنعمل 500، كل سنة فلوسك بتزيد 500، 500 في 5 يطلع لك، هتزيد يا مستر في الاخر خالص 2500، يبقى معاك 7500، واحفظ الرقم ده سوري 7500. واحد يقول له لا 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 لا، الكلام ده انت كده بتنصب عليا، المفروض ما يتحسبش كده، ده المفروض احنا هنحسبه بطريقة الكومباوند انترست. يقول له يعني ايه، فهمني كده اكتر. اقول لك يا عم، يقول لي بص يا سيدي، احمد رايح يحط 5000 باوندز، تمام، الفايدة 10%، الفايدة 10%، بعد زيرو بعد ما عديش ولا سنة، at zero years لما ما عداش ولا سنة، تعال بقى اما نشوف كده لو عدى سنة احمد هياخد فلوس قد ايه. تقول لي بص يا سيدي، مع ال 5000 بتوعه زائد ال 5000 معمولين تايمز الايه، الفايدة اللي هم ال 10% اللي هم ال 500، ال 5000 تايمز الايه اللي هي ال 10% يعني 0.1. تقول لي تمام، طب استنى بقى معايا كده، ده كده لما فات سنة بقوا كام دلوقتي؟ بقوا 5500، ده اللي بقى معاه بعد سنة. تقول لي شايف بقى ال 10% اللي انت عايز تنصب عليا مش هيتاخدوا من ال 5000، لا ده يتاخدوا من المبلغ الجديد في السنة اللي بعدها، انا معايا 5500، ده السنة اللي بعدها انا معايا 5500، هزود عليها 10% من ده، من 5500 معمولة تايمز 10% وتحسبها، هيطلع رقم اكبر، طبعا هيطلع رقم اكبر بعد كده وهكذا، بعد كده وهكذا، ويقعد يحسبها له بالطريقة دي. يعني طب تعالى اما نحسبها، تعالى كده اما نحسب بعد تاني سنة هيطلع الموضوع بقد ايه، اهو 5500 سوري، هو بقى معايا اللي هو ال 5500 دول، اهو هزود عليه الايه بقى، ال 5500 تايمز 0.1، بس كده يطلع الكلام ده بكام، 6050، ده بعد كام سنة كده، 6050 كده، سوري مش 6500، 6050، ده كده الفلوس اللي معاه بعد سنتين. طب بعد 3 سنين، بعد 3 سنين تقول لي هياخد ال 6050 دول يزود عليهم، ياخد 10% منهم ويحسبهم ويشوف يطلع كام. بعد 5 سنين انا متأكد انه هيطلع رقم اكبر من 7500. تقول لي طب يا مستر افرض كان سابهم 20 سنة، انا هقعد اعمل الحسبة دي كده على طول؟ اقول لك لا، اكيد في فورميلا انا اقدر اظبط الموضوع شوية بناء عليها. فطب تعالى كده نستنتج مع بعض الفورميلا دي عبارة عن ايه. تقول لي بص يا سيدي، شايف الحسبة دي كده، انا هاخد ال 5000 كومن فاكتور، اهو ايه ال 5000 دي، دي البرنسبال ماني اللي انا ابتديت بيها، لو اخدت من هنا 5000 كومن فاكتور يبقى لي 1 بلس ايه ده، ايه ده اللي هو النسبه الار، ماشي، بعد سنه باور 1. طب بص هنا كده، يجي يقول لي طب بعد تاني سنه، تقول لي 5500، طب هي ايه ال 5500، ما انا لسه عارفها حالا ان هي 5000 1 بلس ار، عايز بقى ازود عليها ايه، نفس ال 5000 5500 اللي هي بقى اللي هو الرقم ده. طب ما ده ايه ده، ما انا لسه حاسبه برضه اللي هو 5000، ما هو نفس الرقم اللي هنا نفس الرقم اللي هنا، تقول لي ما هو ده يا مستر اللي هو برضه 5000 1 بلس ار، بس معمول تايمز الايه، تايمز ار تانية،
تقول لي طب ما تيجي ناخد كومن فاكتور بقى 5000 1 بلس ار، وافتح براكت، لو خدت 5001 بلس ار من هنا يقول لي ما تبقاليش حاجه، بقى لي 1 بلس، لو خدت 5001 بلس ار من هنا ايه ده ار تاني، 1 بلس ار 1 بلس ار يبقى 5000 1 بلس ار سكويرد. طب واللي بعدها 5000 1 بلس ار باور 3، طب لو سبتها 10 سنين يبقى البرنسبال ماني 5000 1 بلس ار باور 10، عايز اعرف بعد 10 سنين وهكذا. فتعالى نحسب كده بقى، لو الاستاذ ده بدل ما كنت اقعد احسب نفس الحسابات دي، تعالى نعرف كده بقى لو سابها 5 سنين بدل ما كان هيتنصب عليه في الاول وياخد 7500، انا بقى دلوقتي هسيب البرنسبال ماني 1 بلس الريت بتاعي اللي هو 0.1، سوري 0.1 بلس 0.1، بعدين باور كام بقى يا اولاد؟ باور 5، باور 5، ونشوف كده المفروض ياخدهم كام الفلوس دي. بص كام؟ 8052 جنيه، طبعا اكتر من الرقم ده. فهمت كده الفكرة؟ الموضوع عبارة عن ايه؟ فكرة بقى ان بياخدها مرتين في السنة ومش عارف ايه والكلام ده، هنبقى نخش في القصة دي. حاجة تاني بس عشان بس نرجع للقوانين دي تاني، اخر حاجة بس هقولها، بص كده على القانونين دول تاني، دي لو حاجة بت exponential growth. طب لو حاجة بتقل، بتقل بمعدل برضو كده، بتبقى الرول بس 1 minus r power t، صح؟ النسبة بتقل، صح؟ يعني النسبة بتقل، بتقل مثلا بنسبة 10% فبنعملها ماينس. فهمنا كده يا ولاد الموضوع عبارة عن ايه؟ تعالى اما نحل، واوعدك الموضوع ان شاء الله سهل جدا، موضوع سهل خالص يعني. نمسك اول مسألة، زياد ديبوزيتد قد ايه بقى زيادة؟ حط قد ايه عشان عينيا بس كده؟ 80,000، تمام. 80,000 in a bank which gives an annual interest of 10.5%، دي ال R. ال R بكام؟ بعمله divide 100، 0 point divide 100 يبقى 0.105، دي النسبة بتاعتي، ده ال R. وده ال principal money، عايز سميه ايه؟ عايز سميه ال principal money 80,000، تمام. find the total money after 10 years، وكمان الراجل المحترم مديني كمان الفورمولا. قلت له طب ما عادي خالص، ال capital money الفلوس كلها اللي هتبقى فيها، ماشي، عبارة عن ايه؟ A اللي هم ال 80,000، بعدين 1 بلس ال R اللي هو 0.105، باور الكام يا ولاد؟ مش هو قال لي 10 years؟ باور 10 بس يا باشا، حط لي دي كده على الكالكوليتور زي ما هي. بص هيطلع كام؟ 217,126 قال لي، ماشي، يعني انت حسبتها ازاي؟ بصيت هنا يطلع لك الرقم ده. فهمنا كده يا شباب؟ عرفنا الموضوع عباره عن ايه؟ اتمنى يعني ان دي تكون واضحه. اللي بعده بص كده بيقول لك ايه؟ If the population of a country is at the end of the year 2000 في آخر سنة 2000 is 43.3 million and the rate of population increased 1.5 yearly 1.5% yearly. طب ثواني كده، يعني الريت بكام؟ معلش اعمله divide 100 0.015، عملته divide 100 يطلع لي الكلام ده، والpopulation بتاعي كله 43.3 million، تمام. ده كان في نهاية سنة 2000. يقول لي find the form which represent the population of this country after n years from the year 2000. ايه الفورميلا اللي هنستخدمها؟ ايه الحاجة اللي هنستخدمها؟ والله مثلا ال amount بتوعي كلهم اسميها ايه، سميها اي حاجة مش هتفرق. بنقول ال p بعدين 1 plus ال r power ال n، ده المفروض دي الفورميلا الرئيسية بتاعتي، تمام. بعدين بيقول لك use this form to find the expected population of the country at the end of the year. بص at the year 2020، طب هو بعد 2020 ده يعني فات كام سنة كده؟ انت متخيل من سنة 2000 لسنة 2020 فات 20 سنة، صح؟ 2001 2002 2003 و4 و5 و6 لحد 2020، صح؟ يبقى هنقوم قايلين ايه بقى؟ هنقوم قايلين كاتبين البوبيوليشن اللي هو 43.3 1 بلس ال R اللي هو 0.015 باور الايه بقى يا اولاد؟ افتر كام ييرز؟ احنا قلنا 20 ييرز عشان هو قال لي في اخر سنه 2000 والرقم ده. تعال اما نحسبه، خلي بالك الرقم اللي هيطلع لي ده ان ايه؟ ان مليون، لان ده انا حاططها بالمليون اهو 43.3 وافتح براكت 1 بلس ال ار اللي هو 0.015 ونقفل براكت، باور كام يا اولاد؟ باور 20، ونقوم دايسين ايكوال كده، بص يطلع لي الاجابه بكام؟ 58.3 مليونز، ماشي يا شباب. طب لو قال لك البوبيوليشن ديكريز، كنت بدل ما العلامه دي بلس تحطها لي ماينس لو البوبيوليشن بيقل، طبعا ده ما بيحصلش يعني، اسمع لي هنا. اللي بعده هنا بيقول لك the number of cows in a cattle farm is 80 cows، ماشي.
and the reproduction rate of these cows is 18% is increased. صح هو مش قايل لي reproduction reproduction rate of these cows is 18% annually, يعني بيزيدوا نسبة 18%. يعني الريت بكام؟ divide 100 0.18. find the number of cows after 4 years. تقول لي خلاص ببتدي بال 80, 1 plus rate اللي هو 0.18 power ال A بقى مش هو عايز power 4, يبقى ده الريت بتاعي, ده الاماونت بتوع الكاوز اللي هيطلعوا. خلي بالك لو طلع لي حاجه بالديسمال يعني في الرقم, انت بتحسب كاوز صح؟ يعني ما ينفعش مثلا يطلع لك الرقم 156 بوينت حاجه يعني, صح؟ احنا يعني ايه, انت لازم برضو تبقى منطقي شويه. احنا بنحسب هنا, احنا بنحسب كاوز صح؟ يبقى 80 بعدين 1 بلس 0.18 باور كام يا ولاد؟ باور كام؟ باور 4. ونقوم دايسين ايكوال, يعني يطلع لي 155.1. ليه 155 كاوز؟ يعني متوقع يبقى عندي 155 كاوز. فهمنا يا دكاتره؟ في حاجه تاني كده؟ اهو السؤال كمان بقى, دي الحته اللي هي ايه؟ اللي هي الرول التاني بقى. افكرك كده بالرول التاني, احنا كنا بنقول ان الاماونت بتاعتي عباره عن البرنسبل 1 بلس, كنا بنقول 1 بلس الريت اوفر الان باور ان تي. طب ايه ال n دي؟ دي number of times, عدد المرات اللي انا باخد بيها الفايده من البنك. تمام. A man deposited a capital, حط amount 5000 pounds in a bank in one of the banks with an annual compound interest of 8%. يعني الريت بتاعه ب 0.08, اعمله divide 100 مش 0.8, 0.08. find the sum of this capital after 10 years, بعد 10 years. طب اول واحده بيقول لي if the interest compounded annually, يعني باخد ال interest كل سنه. تمام, لو compounded annually حط ال n ب 1, يعني ال a equal p, او ممكن تستخدم الرول الاصلي 1 plus ال r. ما هي صح, ما هي لو ال n ب 1 1 plus ال r حط ال n ب 1 power t, ما هو نفس الحاجه. ده هي الفكره بس في كده, ده الرول الاصلي اصلا 5000 1 plus ال r اللي هو 0.08 power t, هو قال لي سيبها قد ايه؟ 10 سنين بس يا باشا, واحسب دي كده هيطلع لك الرقم ده. طب نيجي لتاني واحده, بيقول لك if the interest is compounded quarter annually. سؤال, quarter annually, انا ما يهمنيش quarter يعني كام, ومش عايزك تحفظها كده, انا عايزك تحفظها لو ال interest quarter annually, انا باخد الفايده كام مره, انا باخد الفايده كام مره في السنه. تقول لي انت بتاخدها مش هي quarter annually, بتاخدها اربع مرات, كل اربع شهور بتاخد الفايده. وعلى فكره بنوك كتير بتعمل كده, يقول لك انت هتاخد كل 3 شهور تاخد الفايده, كل 4 شهور تاخد الفايده, في فايده كل شهر صح, في فايده, وهكذا يقعد يحسبها لك كده. تقول لي طب وهي دي بتفرق, بتبقى اكتر؟ اه بتبقى فلوس اكتر. تعالى كده اما نحسب, لو انا هاخدها اربع مرات في السنه, يعني البرنسبل ايكوال 1 بلس 0.08 اهو اللي هو r اوفر ال n اوفر 4, بعدين باور 4 تايمز التي, التي اللي هي بقى بكام؟ اللي هي 10, 4 تايمز 10. حضرتك تحط لي دي كده على الكالكوليتر هيطلع لك الرقم ده, واضح انه اكتر. طب بص هنا بيقول لي لو مانثلي, ماشي مانثلي يعني ايه؟ يعني هاخد الفايده كام مره, انا ماليش دعوه مانثلي عشان واحد يقول لي مانثلي يعني كل شهر يعني اعملها ديفايد بال 1, لا انا هاخد الفايده كل قد ايه؟ هاخدها كام مره في السنه؟ صح؟ هاخدها 12 مره, هاخد كام فايده على مدار السنه؟ هاخد 12 مره. يبقى البرنسبل, البرنسبل ماني اللي هي بكام؟ كانوا كام؟ 5000 صح؟ 5000 1 بلس 0.08 اوفر 12 باور 12 تايمز 10. حضرتك تحسب لي دي وهكذا. واحد يقول لي طب ما انا ممكن احسبها لك بقى مره كل اسبوع, مره كل ثانيه, مره كل, بص هحسبها لك لحد اما ايه, هتفضل بقى المرحله تفضل تزيد بقى, ما هي بتزيد, هتفضل تزيد معاك لحد حد معين, والحد المعين ده بعد كده هتقف خالص, والرقم المعين ده حاجه كده اسمها الايه؟ اسمها الاي اللي هو الاويلر نمبر. طبعا مش بنفس الارقام دي, هو بيتكلم لو كان عندك 1 دولار يعني, بس يعني ايه, وبنسبه فايده ثابته برضه, بس يعني ده الاي, ده رقم ثابت واحد كده اكتشفه ان بتفضل تزيد لحد رقم معين تفضل توقف. طبعا الاي ده انت كل تعاملك في ثالثه ثانوي هتشتغل بيه كتير قوي يعني. تمام يا شباب, عندي سؤال تاني كده ولا خلاص كده؟ الحمد لله خلاص كده. ده يا اولاد كده كان درس النهارده, اتمنى ان احنا نكون استفدنا حاجه من الكلام ده. اي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات انا تحت امركم بعد اذن حضرتك. لو حضرتك مش مشترك في القناه, لو سمحت انزل اشترك في القناه, ولو عندك اي سؤال تكتبه لي تحت, صدقني انا بفرح جدا بالكومنتس دي, بتفرق معايا كتير جدا. تمام يا شباب, ميرسي, واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. شكرا.